انا جاي يا شعب رافع همتي شأن كل مصر رافع على سلام امتي انسجام لا تراجع ولا استسلام فمي يملك قوة التحمل فعلي كل التحام حال عربية في اتجاه العدم صوت شهداء انكتم ومين سلم قوم يا شعب يلا يا ابني بارد وريهم نفسك عايزك ترفع شانك فوق في العالي اسمع يا ابن تالي اسلوب ارتجالي من قلب العقل بتساني ودك سمعاني جلد مجند واحد سلاح الميكروفون معبود رب واحد احد اسع دو راح اجلده حبيبة وقريب احفظه وقلم يرسل المستمع وصل حدي مكانك تستمر وقتك لازم تثبت ذاتك كل الناس درك على الاساس يا مجنون صوتي بامر هيوصل لكل الكوره سواء كان مهما كان زلت لسانه فات ولسه جاهز لك يا ايام جاي للامام جندي مصري اصلي عربي جاي اقول ان الاوان ان اكون او لا اكون يلا ركز جاي حفز حسك سيب لنفسك حرك جسمك انا جاي يا شعب رافع همتي شأن كل مصر رافع على سلام امتي انسجام لا تراجع ولا استسلام فاني يملك قوه التحمل فعلي كل التحام انا جاي يا شعب رافع همتي شأن كل مصر رافع على سلام امتي انسجام لا تراجع ولا استسلام فاني يملك قوه التحمل فعلي كل التحام يا شعب زيد الهمه ارفع العزيمه شد القوه فك الازمه عشان تحب لازم تتحب مش مهم مين قرب المهم تركز اللي هناك وانت زوق عايزك تحفز تردد صوت الخير عندي طبع جاري من صغري وحياتي سفاري شعبنا عمالة تلالي مرتفع أسعار حوادث نشيط أخبار حدوث دمار عقلي بشري عن نفسي سامع صوت ناس بتبكي يا ترى ذنبك ولا ذنبي وجود انتفاضة نداء للقادة بكل بساطة فلسطين يا ما شافوا يا ما شفنا المر والقمر لما ننغدر والشيطان يفتخر افتكر يلا نفتكر أول ما غدر عصى ربه لأمر استعجل ما صبر كشف الخبر وحكم علينا القدر باختصار هدفي من رسالتي لكل جند عربي هي رفع علم الانتصار أنا جاي يا شعب رافع همتي شأن كل مصر رافع على سلام أمتي انسجام لا تراجع ولا استسلام فاني يملك قوة التحمل فعلي كل التحام أنا جاي يا شعب رافع همتي شأن كل مصر رافع على سلام أمتي انسجام لا تراجع ولا استسلام فاني يملك قوة التحمل فعلي كل التحام سمعت من أتاك تراك إنه ناوي يحتاج هو وهذا وزاك مع كابت الأتاك فريش مايك في مصر بلكنا قهروية من عدو محمية وجاهزة للقتال في سبيل الله ضمان أجيال قادمة اصحى طلع كل ما عندك من افكار بناءه ليست بهادمه في مضمون رسالتك اصحى هات وخد مني ثقافه معلومات من يومي اصلي تفكيري سابق عصري بركه الفتات وسع القمه جايله باقصى سرعه يلا من سكات فن هيب هوب من قناه المعلومات هو سباق ارجع حصلك احذر هلا سواعد لما ضم كل فرد فردين كام كام عند الفان يلا قوام خد لي صوره خمسه سته من ضمن الليسته اذا هتعاديني لما تشوفني في اي حته اتبع لنفسك استماره سته انا جاي يا شعب رافع همتي شأن كل مصر رافع على سلام امتي انسجام لا تراجع ولا استسلام فمي يملك قوه التحمل فعلي كل التحام انا جاي يا شعب رافع همتي شأن كل مصر رافع على سلام امتي انسجام لا تراجع ولا استسلام فمي يملك قوه التحمل فعلي كل التحام